تقول: هل يشعر الميت بأحوال أحبابه وأصدقائه؟ هذه مسألة وقع فيها يعني نوع من التنوع في الأقوال بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يسمع، إنه يعلم ويشعر بحال من ترك خلفه، وذكروا لذلك أدلة ليس منها شيء ظاهر بين، ومن ذلك قوله تعالى: يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستبشار هو قالوا السرور بحال من تركوهم من إخوانهم وأهليهم فيما إذا كانوا على حال حسنة من طاعة الله عز وجل والاشتغال بما يحب ويرضى. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يرد في ذلك شيء ظاهر بين يصار إليه، والوارد هو قضايا أفراد في مسائل معينة وليس في كل ما يكون من أعمال الناس وأحوالهم. ولهذا ما يفعله بعض الناس من المجيء إلى القبر والحديث إلى الميت بأحوال الأحياء، فعل كذا وتزوج فلان وتوظف فلان وصار كذا، مما يكون من أحوال الأحياء، الناس الميت عنه في غفلة ولا يشعر بذلك، وإنما ينفعه الدعاء له والسلام عليه. جاءت به الحديث أنه إذا مر الإنسان بقبر رجل يعرفه من أهل الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، وما عدا هذا فينبغي الانصراف عنه لعدم ثبوته، وإن كان قد قاله بعض أهل العلم من أهل التحقيق، لكن لا دليل على ذلك. الله يسلمكم شيخنا الكريم.